بين ال W وما بين ال WT. ال W هي بها الفريكوانسي، ال WT اللي هي arrangement of sinusoidal اللي هي الأساس اللي راح نعتمد عليها، ال T هي period يعني الزمن. القوانين كتبتها لكم، هو T يساوي 2 باي على W، هاي القانون مهم. القوانين رقمتها لكم أنا، مجموعة قوانين، هاي قوانين مهمة تحتاجوها بالحل، يعني من تردون تحلون تخلون هاي القوانين يمكم، شوفون شنو القانون اللي تحتاجونه أو شنو القانون تستفادون من عنده. قوانين هي هواي، ما أقول شوية بس إنما موجودة وعدكم سهلة مرقمتها أنا. ناطيتكم الـ T وناطيتكم الـ F، أكو فرق ما بين الـ F بحالة هو فريكوانسي، أكو ما بين حالة إنه هو واحد على T. انتبهوا هالموضوع، ناطيتكم واحد على T هو الـ F سيركل على S، والـ T هي شنو هي؟ T هي period 2 باي على W اللي هي مقلوب الفريكوانسي. هاي الصفحة الأولى، مفهومة شباب؟ تمام. عندي الشكل الصفحة الثانية رقم 2 بالملزمة اللي نزلتها لكم، يقول لك الشكل العام، الشكل الأساسي للساينسودال. شنو الشكل الأساسي اللي هو نحتاجه احنا؟ هو الفولتية الأساسية هي الـ VT يساوي لنا F FM اللي هي مقدار مضروبة بمن؟ ساين أوميجا T زائد فاي. الفاي هي شنو؟ هي الفيز. انتبهوا هذا القانون ترى مهم، يقول ينطيني مثلا معادلة أو ينطيني يعني إنه فولتية، يقول لي حولها للساينسودا. شلون نحولها احنا؟ هذا الشكل العام، هذا الشكل مهم. مرات ما يجيني هذا الشكل، تجيني بيها مثلا سالب، مثلا احنا نحتاج نعدلها. فعندي اربع قوانين هاي مهمه، وحده ناقص ساين اوميجا تي يساوي لنا ساين، يعني مثلا اذا اجتني ناقص ساين اوميجا تي تصير ساين اوميجا تي، يا اما تختارون زائد او ناقص، انت بكيفك مخير، زائد او ناقص 180. اذا اجتني ناقص كوساين اوميجا تي يساوي لنا شنو؟ هي يساوي لنا ساين اوميجا تي زائد ناقص 180. يعني اذا اجت لي ناقص اوميجا تي شو راح اعوض عنها؟ يا اما كوساين اوميجا تي زائد 180 او ناقص 180. مفهومه؟ القانون رقم 11 يقول لي ناطيتكم هاي، عفوا ما جت تتغير هاي انا لين بالملزمه مالتكم. تمام، هذا الجنرال انا اعطيكم شباب، يا ريت تنتبهون بالملخص مالي. اي تتحول، فتحوا الصوت، اللي يريد يسال خليه يفتح الصوت على مود اقدر افتهم. لحظة بس، خلي أطلع لكم المحاضرة. لحظة بس شباب، خلي أطلع لكم المحاضرة. تمام هسه.
انفتح عندكم صوت شباب؟ اي نعم سلسل. تمام، بس ثواني خلي احمل المحاضرة لكم. اعمل نشر عليها. العفو ست، بس سؤال، الفرق بين الـ VT والـ VM، شو الفرق بيناتهم؟ الـ V هي الأساسية الكلية، الـ VM هي Amplitude يعني القيمة بس، يعني هي جزء من الـ من الـ من الـ VT، الـ V هي V Maximum. الـ V هي هاي موجودة، الـ V هي فولتية Maximum مضروبة بمن ساين. الفي هي قيمة، يعني مثلا في مج في ام هي قيمة مثلا 10 5 6 7 هالشكل. الفي تي هي في ام مضروبة بساين اللي هي اوميجا تي زائد فاي. اكو فرق ما بين الفي ما بين الفي ام، يعني افهم اقصد يعني في ام يعني اقصد بها فولتية البيك، فولتية القمة، اي في ماكسيمم مو بيك، في ماكسيمم. شباب انتوا قريتوا المحاضرة لو لا؟ بس جاوبوني. ست اطلعنا عنها بس يعني ما يخالف. اوكي تمام، يعني قصدك انه ما مضبطين اموركم، الرموز تعني. تمام تمام ماكو مشكله. هسه راح نفتح ال بي دي اف. ست العفو، الفيديو راح مال المحاضرة الشرح. هسه راح افتح العفو. هذا الجزء الأول. طلعت لكم اتوقع الحاسبه مالتي؟ اي نعم نعم ست. نعم ست. عندي هواي ملفات.
هذا الشرح. وين وصلنا؟ هذا الشكل العام. هذا الشكل العام. هاي قلت لكم هنا إذا عندي هنا شوفوا زائد ناقص، يعني إذا عندي زائد كوساين أوميجا تي أريد أحولها للساين. أتوقع أكو أحد سأل قال إذا تحول للساين أقدر لو ما أقدر؟ نقدر نحولها للساين عن طريق هذا القانون، زائد كوساين أوميجا تي ساين. بحالة إذا عندي هنا زائد راح ناخذ زائد، إذا عندي هنا سالب يعني سالب كوساين راح ناخذ هنا ناقص 90. مفهومة شباب؟ لا صفنا نعم. بس نعم نعم ست نعم. عندي هنا إذا عندي كوساين أريد أحولها للساين، شنو راح أستخدم؟ راح أستخدم الزاوية 90 إذا أريد أحول الكوساين للساين أو الساين للكوساين. يعني شنو؟ يعني تبديل الزوايا. إذا تبدل من ساين كوساين أو كوساين للساين راح أستخدم الزاوية شنو؟ 90. بس أكو قوانين، يعني مثلا إذا عندي ناقص كوساين أوميجا تي راح استخدم هنا الناقص. انتبهون، هاي ناقص، ناقص تقابل الناقص، الزائد تقابل الزائد. مفهوم؟ العفو ست، يعني بال 180 استخدم عكس الاشاره وبال 90 استخدم نفس الاشاره؟ لا 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 لا، عندك بال 180 حسب، هسه شوف بال 180 سواء يعني اذا عندك ناقص ساين اوميجا تي تستخدم ساين أوميجا تي زائد أو ناقص، مو مشكلة، حسب أنت اللي تشوفه يرهم للحل. يعني الإشارة مو مشكلة ست؟ أي إذا عندك ما تريد تحول، نشوف هسه هي ساين هنا ساين ما غيرنا من ساين لكوساين. إذا ما أريد أغير أستخدم 180 بالنسبة للساين يبقى نفسه، الساين والكوساين يبقى نفسه، بس للإشارة قصدي يعني الإشارة إذا عندك سالب أنت مخير تختار زائد أو ناقص. مفهوم؟ واضح ست، واضح. شباب البقية إذا ما عندكم مشكلة بيها حكمل. على فكرة هاي القوانين ترى مهمة، هاي أساس. يعني مثلا يجي لك بالمعادله اكو امثله نعطيك، مثلا قايل لك ناقص كوساين اريد احولها للساين راح استخدم هذا القانون، بس اذا عندي مثلا ناقص كوساين راح استخدم ناقص 90، اذا عندي زائد كوساين راح استخدم زائد 90. مفهوم؟ هنا بالساين اذا عندي زائد ساين راح استخدم ناقص. دائما الساين تاخذ بالعكس، اذا عندي ناقص ساين راح تاخذ زائد. شباب اللي يسأل ويخلص خي يسد الصوت على مود انه اقدر اعرف. تمام؟ شباب اللي خلص من سؤاله خلي يسد المايك. محمد علي وسكينة بعد منو أكو فاتح المايك؟ يا ريت يسدون الصوت على مود نين جاي يصير محمد علي وسكينة.
شباب هسه واضح صوتي؟ سكينة تمام. هسه راح اجي شنو عندي هنا، راح اعتبر عندي مثلا A كوساين اوميجا تي، وعندي هنا B كوساين اوميجا تي، يعني عندي قيمتين، واحدة A كوساين وواحدة B ساين، اريد اجمعهم. ايش راح اسوي؟ راح اجمع، عندي حقول A كوساين اوميجا تي زائد B ساين اوميجا تي يساوي لنا شنو؟ سي. السي هي مين جايه؟ جايه من جذر، راح اربع الاي تربيع وراح اربع البي تربيع وراح اجذرهم، هاي قيمه السي. زين الثيتا او مرات فاي مو مشكله، شنو قيمه الرمز، المهم القيمه شلون نطلعها؟ نقول تان انفرس البي اللي هي ترافقها ساين تقسيم على اليمن على الاي اللي هي ترافق الكوساين، مفهوم؟ هسه راح نجي شوفوا هنا، هسه راح استخدم المعادله الموجوده عندي، معادله الموجوده عندي شنو يريد؟ يريد اجمع 3 كوساين اوميجا تي ويا من؟ ويا ناقص ساين اوميجا تي. هذا هو القانون اللي مساحه حكينا بيه. شنو قلنا؟ قلنا الاي اللي هي شنو اللي موجودة ويا الكوسان، إذا ايش قد قيمتها؟ قيمتها 3. البي اللي هي قيمتها ناقص 4. شلون أطلع قيمة السي؟ قلنا راح نربع الأي والبي وراح نجذرهم، ايش قد صارت قيمة؟ صارت قيمة 5. زين الفاي شلون أطلعها؟ قلنا شلون؟ قلنا قيمة البي على الأي، البي ايش قد؟ 4 والأي 3، إذا ايش قد؟ ناقص 35.1. أطبق بس أكتب القانون مثل ما هو، راح أعوض بدل الـ A 3، بدل الـ B ناقص 4، بدل الـ C 5، بدل الـ Phi أو الثيتا هي هنا بالقانون ناقص، ناقص ويا الناقص راح يصير زائد 53.1، مفهوم؟ راح أجي على المثال الثاني. المثال الثاني يقول لي قيس الفيز والفريكوانسي، يعني التردد والفيز. عندي ناطيني معادلات اللي هي الـ V1 والـ V2، ناطيني معادلتين V1 والـ V2. الـ V1 هي 12 ساين 1000 تي، الألف وهنا الألف اللي هي هاي أوميجا بالقانون الرئيسي، من قلنا V يساوي لنا VM ساين اوميجا تي زائد فاي، هذا القانون اللي قلت لكم العام، هذا المهم الجنرال. الفي 1 ثابته ليش؟ لان ما هي اصلا نفس القانون يطبق عليها القانون، هاي في ام وهاي ساين وهاي الاوميجا وهاي تي زائد فاي. زين الفي 2 هاي ما تطبق عليها القوانين، ليش؟ لان بيها سالب وبيها كوساين، احنا لازم شنو عندنا؟ لازم عندي ساين ولازم بدل السالب لازم عندي موجب. ايش راح اسوي؟ راح احول الساين، عفوا الكوساين للساين. شلون نحول؟ راح نضيف ال90. احنا شنو قلنا؟ شنو نحتاج عمد نحول من ساين الكوساين او من كوساين الساين؟ نحتاج الزاويه 90. هسه اول مره هو شنو يريد؟ يريد التردد. شنو قانون التردد؟ اوميجا على 2 باي الأوميجا، وينها؟ ها هي الأوميجا، أوميجا تي ألف على 2 باي، طلعت لي هاي التردد اللي هو الفريكوانسي. شنو الاف؟ الاف هو الفريكوانسي التردد. زين الفي تي قلت لكم هي هاي بيها مشكلة لأن بيها سالب، وأنا اعتبرت الأساس هي السائل اللي هي ساين. إذا راح أحول، ها أوكي على كيفي تمام، راح احول
السالب راح احول السالب كوساين للساين. شو راح احولها؟ راح استخدم، شوفوا انا كتبت لكم معادلة رقم 9، رجعوا للدفتر شوفوا معادلة رقم 9، شوفوها شباب. اول شيء راح اشيل السالب، السالب راح اشيله، او تقدرون ما تستخدمون هاي المعادلة، تقدرون راح تستخدم تقدرون تستخدمون معادلة ابسط من هالشكل، تستخدمون معادلة رقم 10. شباب وياي؟ ال V2 راح اشيل السالب مالته، شو راح اشيله؟ القانون رقم 9، معادلة رقم 9، دوروا على رقم 9، رقم 9 شو تقول؟ ناقص كوساين اوميجا تي يساوينا كوساين اوميجا تي يا اما زائد او ناقص 180. انا اختاريت الزائد، مو مشكلة تقدر تختار الناقص، لان هي راح تصير متمم. راح اجمع شلون؟ ممكن يعادل هاي العفو بس؟ هاي الخطوة اللي سويتها قصدك؟ نعم تمام ماشي. شوف نرجع للسؤال. شوفوا شباب، عندك ال V1، ال V1 شنو هي؟ هي ساين، تمام؟ أنا راح أعتبر هذا ال V1 هو ثابت، ما راح أغيره، أعتبره أساس، على أساسه أنا راح أمشي، راح أعتمد. ليش؟ لأن أول شيء ماكو سالب، تمام؟ ما بي أي مشكلة، موجودة الأوميجا، موجودة الزاوية، موجب، المعادلة مضبوطة مثل الجنرال، هي Vm sin أوميجا T زائد فاي. إذن ال V1 ثابت راح يبقى، ما لي علاقة بيه بعد. ال V2 شنو راح أسوي؟ ال V2 هي راح أغيرها، راح أغيرها على أساس، راح أغيرها على أساس ال V1. ال V2 راح أغيرها على أساس ال V1، يعني أول شيء راح أشيل السالب، ثاني شيء أحول الكوساين للساين. هسه راح تسألون ليش؟ لأن اعتبرنا ال V1 هو الأساس، اعتبرت ال V1 هو الأساس، فإذا راح أحول. نعم ليش ما نقدر نستخدم معادلة رقم 10 أسرع بالحل؟ لأن هي نفسها موجبة. صح صح، أنا قلت يا أما نستخدم معادلة رقم 9 وبعدين أرجع على 10، أو أختصر الخطوات أستخدم 10 اللي هي مو عندي ناقص كوساين رأسا مباشرة، راح أقول ساين عندي هنا أصلا ناقص، راح أستخدم الناقص، ناقص 90 عادي ماكو مشكلة تقدر نمسك الصورة واقفة. أي واقفة ما غيرتها، بعدني أنا، بعدني ما مغير أنا. هسه أجي طلعنا هو شنو راد؟ راد الفريكوانسي، طبقت القانون. شوفوا كاتبت لكم من معادلة العفو الفريكوانسي، ليش ما أخذنا بالمعادلة الثانية مو بالمعادلة الأولى؟ عادي فيناتهم نفس الشيء. شوفهم العفو الأوميجا، الأوميجا هي ثابتة ما تتغير، لازم فيناتهم مش متساويين. شوف هنا ألف يعني هذا راح يصير نفس النتيجة بالضبط. اي 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 ماكو فرق، الأوميجا هي ثابتة، لازم اثنيناتهم نفس الشيء. تمام تمام اي تمام. فاحنا اخذنا اي وحدة مو مشكلة، احنا اعتبرنا الأوميجا، ها شوف هنا أوميجا وهنا أوميجا، اذا هي ألف قسمناها على 2 باي طلعت لنا القيمة. راح ارجع على ال V2 اللي هي انا عندي مشكلة بيها، عندي ناقص كوساين ناقص 6 كوساين أوميجا T زائد 30. أقدر أستخدم معادلة رقم 9 أو مثل ما قال صاحبكم معادلة رقم 10، أختصر بها. أنا استخدمت معناتها خطوتين، الخطوة الأولى شلت السالب ضفت 180 من معادلة 9، معادلة 9 شو تسوي؟ أشيل السالب بس تبقي كوسان، راح يصير عندنا 210.
تمام. هنا شنو ال 120 ال 210 العفو مين جايه؟ جايه من 300 ناقص 90. ال 90 بالمعادلة رقم 10 شنو قلنا؟ قلنا ال 90 راح تغير الساين. ال 90 راح تغير الساين. اذا حولنا من من كوساين صارت شنو؟ صارت ساين. ليش؟ بسبب ال 90. بسبب ال 90 اذا صارت 6 ساين اوميجا تي زائد 30 زائد 300 العفو. زين العفو 6 ما عادي زين نحول اثنيناتهم للساين او الكوساين احنا نختار لو نثبت على واحد. شوف اذا عندك معادله يعني انه ما محتاجه تغيير هي تعتبرها اساس، بس اذا عندك اثنيناتهم محتاجين تغيير تغير وحده من عندهم وتعتبرها هي الاساس. لازم عندك معادلة أساس، لازم أكو معادلة أساس ولا وينطيك إياها دائما وحدة من عتهم إنه ما تتغير ثابتة، لأن هي على أساسها أنت راح تعتمد. تمام تمام تمام. إذن هسه حولنا من 300 هاي صارت عندي 6 ساين أوميجا تي شقد زائد 300 من معادلة رقم 11 ايش راح اسوي عندي انا؟ راح احولها، راح اطرحها بمن؟ راح اطرح يعني احولها اللي هي شنو؟ ال 300 من انقص 360 ناقص 300 راح يبقى لنا شنو؟ يبقى لنا ال 60. اذا اخذت المتممة هاي المتممة اقدر ما اخذها، اقدر ابقى على 300، بس هو الاستاذ اخذ ال 60 يعني اخذ المتممة. يعني هسه انتم عندكم الزاوية 360، اذا عندك 300 شنو المتممة مالتها؟ ال 60. اذا عندك الزاوية مثلا خلينا نقول 210 او 220 شنو المتممة إلها ل 360؟ هالشكل، يعني إنه تكملها على مود يصير عندك 360، مفهوم؟ واضح واضح ست. تمام. شنو الغاية؟ ها أنا أقول لك شنو الغاية، لأن إحنا اعتبرنا ال V1 هي الأساس. ال V1 شنو هي؟ ال V1 هي الساين، فأنا لازم ال V1 وال V2 متشابهين. يعني إذا مثلا ال V1 ساين لازم ال V2 ساين، إذا ال V1 كوساين لازم ال V2 كوساين، هالشكل مفهوم؟ الفيز الأساس، المعادل الأساس، القيمة الأساس ناقص الثانية. الأساس اللي هو شنو هو؟ قلنا الـ V1، احنا أخذنا الأساس هو الـ V1 ناقص الثانية. الـ V1 شقد قيمتها؟ قيمتها 60 بالسؤال نعطيني إياها قيمتها 60 ناقص هنا شقد عندي؟ ناقص 60. إذا ناقص ويا الناقص حيصير موجب، إذا شقد الفرق؟ الفيز 120. إذا ال V1 يتأخر عن ال V2 بقيمة 120، مفهوم؟ هسه راح أجي كمل عندي بين أخير خطوة. ها تمام أخير خطوة مال ها أخير خطوة مال فيز الأساس. إحنا قلنا مو قلنا الـ V1 هي الأساس؟ إذا الفيز مال V1 راح أطرحها من الفيز الثاني، هذا الفيز الثاني. شوفوا كاتبة الفيز for V1 اللي هي الأساس ناقص الفيز للـ V2
الفيز للV1 هو 60 والفيز للV2 طلعت لي ناقص 60، إذا ناقص وناقص حصير عندي موجب، إذا 60 زائد 60 120. الV1 هي الأساس، إذا شو راح أقول؟ الV1 يتأخر عن الV2 بشقد 120 درجة. تمام، واضح واضح ست. هسه عندي مثال ناطيني هم يريد هم الفريكوانسي التردد والفيز، وها هي المعادلة. المعادلة V2 يساوي لنا 120 كوساين 314 تي زائد باي على 4. إذا من المعادلة استنتج هذا Vm اللي هو 120، هذا الأوميجا وهذا الفاي. الأوميجا هي 314 من القانون، يعني شلون أطلع الفيز؟ أطلع الفيز أوميجا على 2 باي، راح تصير القيمة مالته شقد؟ 50 هرتز. شوفوا هنا عوضت الشكل الرئيسي V2 ال V العفو VT VM كوساين أوميجا T زائد فاي، هذا VM وهذا الأوميجا وهذا الفاي. هاي إذا يريد القيمة، إذا قال لك أريد الأمبليوت يعني إنه القيمة هي 120، ها هي موجودة مذكورة عندك. إذا يريد التي البريود مقلوب الاف، ايش قد عندك طلع الاف؟ 50. اذا 1 على 50 يطلع لك 2%. بس العفو، الفاي هي باي على 4 موجوده بالسؤال نعطيك اياها. هسه هاي مفهومه؟ نعطيني ثلاث تيارات. التيار الاول 2 ساين 377 تي زائد 4 العفو 45. التيار الثاني 0.5 كوساين 377 زائد 10، والثالث ناقص 0.5 ساين 377 تي زائد 60. إذن الأوميجا شقد؟ 377. تبوا شوفوا هنا 377 377 377. إذن الأوميجا هي ثابتة ما تغيرت، شوفوها ما تغيرت. شنو يريد؟ يريد قايلي قيس الفيز بحيث انه التيار الاول يتاخر شقد، يعني التيار الاول شقد يتاخر على الثاني، والاول شقد يتاخر عن الثالث. اذا منو الاساس؟ اذا الاساس هو التيار الاول. اذا الاساس هذا التيار الاول، معناته راح احول الاي 2 والاي 3 لمن؟ للساين. اثنيناتهم حيصيرون ساين. عندي التيار الثاني كوساين احوله للساين، عندي هنا انتبه عندي سالب ساين، راح هنا بالحاله الثانيه بالاي 3 بس اتخلص من السالب، استخدم القوانين حتى اتخلص من السالب، هنا استخدم القوانين حتى اتخلص من الكوساين واحولها للساين. هسه راح اشوف شلون. عندي الاي 1 هاي ثابته قلنا، الاي 2 شوفوا كاتبت لكم نحول الساين نحولها لمن؟ ساين. هنا عندي كوساين احولها للساين من معادله رقم 10. شو راح اقول؟ ساين 377 تي زائد 10 اللي هي الاساس، هاي ما غير شيء. شنو عندي؟ عندي موجب، انا عندي موجب، عندي موجب كوساين. اذا شنو اخذ؟ اخذ موجب 90. مفهوم؟ ايش راح يصير عندي؟ 100. الاساس منو؟ التيار الاول. التيار الاول ايش قد فايزه؟ التيار الاول 45. ايش قد الفايز مالته؟ 45.
ناقص 100 اللي هي هنا، اذا ايش قد راح يصير؟ ناقص 55. مفهومه؟ راح اجي للتيار الثالث، اذا التيار الاول يتاخر عن الثاني بايش قد؟ ناقص 55. اجي للثاني للتيار الثالث العفو، عندي هو ساين، معناه شنو المشكله؟ المشكله بانه هو سالب، شلون اتخلص من السالب؟ من المعادله رقم 8. ايش راح اقول؟ ناقص، هي ناقص ساين راح تصير موجب، اذا ايش راح اقول؟ ساين نفس المعادله ساين 377 تي زائد 60، هاي مثل ما هي راح تنزل ناقص 180. ايش قد راح يصير عندي؟ هسه حقول ليش ما اخذت الزائد؟ لان هي القيم ما جاي يزيد عن 180، وحده 45 وحده 100 ما جاي يزيد. هسه انت اذا تاخذ زائد راح يصير عندك، راح يصير عندك بال 120 العفو، او 210 او 230. انا ما جاي اخذ هالشكل قيم، اكثر شيء جاي اخذ بالمية. اذا شنو راح اقول؟ راح اقول سالب 180. يعني احنا اذا اريد ناخذ الزائد اكو مشكله؟ مثلا هي مو 360 درجه؟ لا ماكو مشكله، يعني اي مشكله ماكو اذا داخل الزائد؟ لا ماكو مشكله، بس اكو شلون يقولون اكو شغلات منطقيه، يعني انت من المنطق تاخذ شيء اكبر بهواي لو تاخذ شيء اكبر بشويه، هالشكل يعني شلون نقول شغلات تقديريه. تمام. ايش راح اقول؟ راح اقول 45 اللي هي مال الفيز الاول انا عندي ناقص بالقانون، ناقص ويا الناقص حصير موجب 120، اذا ايش قد المجموع؟ 165. راح اتاخر، يعني معناته التيار الاول يتاخر عن الثالث بمن؟ ب 165 درجه. لا مو حسب التقدير، شلون حسب التقدير؟ هاي القانون شو يقول؟ يقول فاي الاولى ناقص الفاي الثالثه، انا عندي ناقص هنا بالقانون ناقص ويا الناقص راح اصير عندي زائد. شلون اذا استخدمنا الزائد؟ ها ما لها علاقه، هي مو قلت انا شنو قلت؟ قلت هي راح تتغير قيمه، بس هي القيمه ما راح تتغير، حصير متممه في شيء متمم إلي، ماكو مشكلة. بس قلت لك إحنا نستخدم شغلات تقديرية، يعني قيمة تقديرية، يعني شيء قريب. يعني أنت بدل ما تشتري مثلا شغلة، تشتري مثلا أكثر من تحتاجه بشوية، أو تشتري أكثر من تحتاجه بهواي، أنت راح تشتري أكثر من تحتاجه بشوية، شيء تقدير يعني. المثال رقم 5 عندي ناطيني في 1 ناقص 10 كوساين أوميجا تي زائد 50، وهنا الفي 2 12 ساين أوميجا تي ناقص 10. أباوع للمعادلة، هاي بها سالب، إذا هاي مو أساس. إذا من راح أعتبر الأساس؟ الأساس هو الفي 2. الفي 2 ما بيها سالب، اذا هي اساس، هي هاي اللي تفيدني، هي هاي ما راح اغيرها، راح اغير بس الفي 1. شلون اغيرها؟ عندي سالب، سالب وكوساين، استخدم المعادله رقم 10 تحول لي اثنيناتهم سوا، سالب تحول لي السالب تحوله موجب، والساين والكوساين تحوله ساين. شوفوا كاتبت لكم من المعادله 10 شنو هي؟ حصل عندي 10 ساين أوميجا تي زائد 50 ناقص 90. الخمسين ناقص 90 راح تصير شقد؟ ناقص 40. مفهوم شباب؟ شباب مفهومة؟ واضح ست، واضح. تمام تمام تمام. إيش قد الفرق؟ الفرق ناقص 40.
ناقص 40 ايش راح اقول هنا؟ ناقص 40 شوفوا الزاويه الاولى عفوا الثانيه ايش قد؟ الثانيه اعتبرنا هي الاساس، قلنا الثانيه تتاخر بالاولى ايش قد؟ الثانيه ناقص 10 قيمتها، ناقص بالناقص راح يصير موجب، اذا ناقص 10 زائد 40 ايش قد الزاويه؟ 30. مفهومه؟ هسه اجي هذا هو يمكن هو هوم وورك نعطيكم اياه، يقول لك نطلع لي قيمه الامبليود اللي هي في ام، اللي سال صاحبكم قال شنو هي الفي ام، او طلع لي قيمه الفيز، وطلع لي انجولار فريكوانسي، انتبهوا يعني فريكوانسي، وطلع لي قيمة البريود قيمة التي، وطلع لي قيمة الفريكوانسي. شنو راح أقول؟ عندي هاي المعادلة، هذا هو القيمة مال الامبليود، ها هي شوفوا كتبت لكم معادلة أنا، تيار يساوي إن A ساين أوميجا تي زائد فاي، هذا قيمة الامبليود. هاي قلت لكم شوفوها، هاي الـ A عاد الـ A تقابل الخمسة، الفيز يقابل ناقص 60، الانجولار اللي هي أوميجا اللي هي 4 باي، زين التردد البريود العفو شو اطلعه؟ هو 2 باي على أوميجا، إذا 2 باي تقسيم 4 باي راح يصير 0.5. الفريكوانسي التردد مقلوب التي، اذا ايش قد قيمته؟ 2 هرتز. مفهومه؟ راح اجي على الفيز انجولر اللي هو هنا، ناطيني التيار الاول وناطيني التيار الثاني، أباوع التيار الأول بي سالب، هذا ما يفيدني، إذا هذا مو أساس. ناطيني التيار الثاني موجب ما بيشي، إذا أعتبره أساس، أقول هذا هو الأساس، هذا اللي أنا ما راح أغيره. أجي على التيار الأول، التيار الأول جت ناقص 4 ساين 377 تي زائد 25. شنو بي مشكلة؟ بي مشكلتين، أول شيء هو سالب، المفروض هو موجب. ثاني شيء الساين عندي انا الاساس شنو هي؟ اساس كوساين، اذا انا لازم احول الساين المن للكوساين، معناته انا شلون شباب انا شلون اعرف يا معادله احتاج شيء؟ اشوف شنو المشكله الموجوده، اذا عندي بس سالب استخدم بس اللي تغير من سالب تحوله موجب، اذا عندي سالب واحول من ساين للكوساين أو من كوساين الساين أستخدم المعادلة لتغير من ساين الكوساين. انتبهوا يعني شلون أحدد المعادلة اللي أحتاجها؟ أشوف شنو المشكلة أو شنو اللي يخلي التيار الأول يشبه التيار الثاني وأستخدمه. يعني هسه أنا هنا شنو أساسي؟ أساسي كوساين، تمام؟ معناتها التيار الأول لازم شنو؟ هم كوساين، معناتها هاي أول مشكلة. ثاني مشكلة ما باوع عندي سالب، أنا ما يصير عندي سالب، لازم عندي موجب، معناتها أنا لازم أحول السالب ولازم أحول الساين، أحول الساين للكوساين. المعادلة اللي حستخدمها هي من 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 كوساين، العفو من الساين للكوساين، هي معادلة رقم مش قد والله، هي رقم 11، انتبهوا هاي بس كتبوا يمها عمود لا تغلطون، معادلة رقم 11، هنا احتاج معادلة رقم 11 عمود ترجعون عليها بما انه انتم ما مركزين بالضبط او ما قارين بالضبط، هنا اكتب احتاج معادلة رقم 11. هسه شوفوا انا مستخدمة معادلة رقم 11،
بالمعادلة رقم 11 تخلصت من السالب، ثاني شيء حولت الساين المن للكوساين. بس شباب سدوا المايك عمود انه البقية ما يشوش عليهم الصوت. راح اجمع 25 زائد 90 شقد يطلع لي؟ 105. اذن التيار الاول شقد فايزة؟ 105. انا شنو الاساس عندي؟ شنو الاساس قلنا؟ الاساس هو الثاني. اذن ناقص 40 ناقص، ها شوفوا شباب شوفوا هذا هو القانون الأساسي اللي كل إذا يريد عندك الفيس تستخدمه، الأول أو الأساس، مو إلا الأول كتبوا يمه الأساس، الأساس اللي أنا استخدمه اللي أنا ثابت هذا الأساس ناقص الثاني. إذن الأساس شنو الأساس هو؟ اللي استخدمه ناقص الثاني. بس تمام. الافست هنا الاساس بالعكس. المعادله الثانيه شلون هنا الاساس هنا استخدمنا مو المعادله الثانيه هي الاساس هي المعادله الثانيه. بس بالسؤال هو نعطيكم ملاحظه شنو قايل لكم بالملزمه قايل لكم انه هو يريدها المتاخره وينها هسه اراويكم اياها يعني العفو دائما ناخذ المعادلة هي الأساسية نخليها أول شيء فيس ثاني نقصها من المعادلة الثانية. تمام. بس إذا هو حدد شوف هنا شوف هذا هو هذا السؤال جاي يقول لك هو حدد لي إنه هو يريد الفيز الأولى ناقص الثانية، هو حدد لي مو أنا. يعني إذا خلاه هو شرط بالسؤال لازم تمشي على السؤال. لا انت تحدد الاساس، ما لك علاقه بالاساس، انت تحدد هالاساس وتطلع القيمه. هسه شوفوا انا بس بالناقص انت ما تحل الفيس، شوف اذا هو ناطيك الشرط تقول انه الزاويه مال اولى ناقص الزاويه مال ثانيه، الاساس يعني مو الاساس اللي هو ناطيك اياها ناقص الثانيه، وش قد القيمه تطلع. بس اذا ما ناطيك انت اللي اعتبرت الاساس هو اللي تقبله. تمام تمام ست. بس اوقات ست كمبين مثل اذا انطعنا بالسؤال القيمه الاولى افضل من الثانيه تطلع الزاويه الفيز يبقى بالسؤال. انت مالك علاقه بالاصغر، اكو تطلع سالب ما لها علاقه. شوف هسه هذا السؤال، شوف هذا الفوق القيمه الاساس ايش قد؟ ناقص 10. الناقص ويا الناقص راح يصير موجب، اذا ايش قد؟ واضح ست واضح ناقص 10 زائد 40 يصير 30. انت مالك علاقه، انت شو تسوي؟ قانون مالكم علاقه، ناقص الثاني اللي انت اعتبرته انه هو الثانوي